هذه وقعت في مراكش، سماها الست باع أحقر الجرائم الاغتصاب مع تعدد الجونات. أحقر الجرائم الاغتصاب مع تعدد الجونات، معنى هذا أنه هو الاغتصاب هو جريمة حقيرة، ولكن مع تعدد الجونات تتولي أحقر، يكون مجرمين بزاف على بنت وحده. الاغتصاب قبيحة وخيبة حتى للتعاويذ. هاد القضية هادي وقعت كما قلنا في مراكش، والضحية واحد البنت عندها ما بين 16-17 عام، ووقعت في المدينة القديمة ما بين داري حي ولي الصالح سيدي بو العباس السبتي وسيدي محمد بن سليمان الجازولي رحمهم الله، ما بين هاد الضريحين بجوج سيدي بن عباس سيدي محمد الجازولي في المدينة العتيقة في مراكش، وقعت الجريمة هذه. كيفاش وقعت؟ واحد البنت كما قلنا عندها ما بين 16-17 عام، جاية تشوف واحد العائلة ديالها، جاية تطلع عليهم، ولكن جاية كان فصل الشتاء وجاية وقت العشاء. خديت واحد المقولة قالها السيد تبع هنايا، تيقول واحد صاحبه كان عنده، وكان عنده ولادو بزاف، عنده شي 6 ولا 7، وكان في الليل تيجبد واحد القطيب ديال الزيتون، واحد العود ديال الزيتون مصوبو، وتيوقف في الباب. لما تيود العشاء تيصلي العشاء وتيوقف في الباب، اللي ولادو جا معطل تيعطيه، اش خصك دير برا، اش بغيتي دير برا، تيجمع معاه. والسي دريس تبع سولو قال لي ما كنت دير اليوم هذا الشيء كل نهار، قال لي خصك تعرف واحد القضيه، لما تيصليو الناس العشاء وتتسد باب الجامع تتحل باب الحبس، عندها معنى كبير هذه القضيه هذه، لما تتسد الباب ديال الجامع ورا العشاء تتحل باب الحبس، لانه كاين شياطين الجن وشياطين الانس كما تيقولوا الناس، وهاد شياطين الانس ديالنا حنا اغلبيه تيخرجوا في الليل، شياطين الانس باش يجريسيو باش يسرقوا باش يديروا مشاكل باش يسكروا باش كذا كذا كذا، تلقاهم تيدوروا في الشوارع ديما في الليل، والمصائب تتوقع في الليل، الاعتداءات تتوقع في الليل، الليل اكثر من النهار. علاش الليل اكثر من النهار؟ لانه كما قال السيد، لما تتسد الباب ديال الجامع تتحل الباب ديال الحبس. حنا تلاحظوا في الديمومه ديال البوليس تنكونوا بيرمونس النهار كامل، ولكن فاش تتبدا المشاكل فاش تيطيح الليل، غير تيطيح الليل وتيتوالى واحد تابع الاخر، هذا شاكي هذا مضروب هذا كذا هذا كذا، حيت كل اللي تيتسالى ديك الساعه وتيدير هاد المشاكل شياطين الانس، شياطين ديال الجن. هاد الشياطين ديال الجن شنو تيدير الانسان؟ شنو تيتعداو عليه وتيظلموه وتيدفعوه يدير شي جريمه، تيديروا غير ما هو خايب. وهاد شياطين الانس بحال هاد المجرمين تيديروا في الليل، اش تيديروا الانسان؟ تيديروا غير ما هو خايب، تعداو عليه سرقوا ليه يديروا ليه يفعلوا ليه يضربوا ليه يسكروا كذا، غير اللي ما بغاش الله ما بغاش الانسان. هاد البنت كانت ديزا، ولكن ديزا في واحد الوقت ما خصهاش تدوز فيه، ورا العشاء واحد غدا عند دوك الناس، يعلم الله عندها شي غرض، ولكن كانت تاخد حسابها. تنشوفوا اليوم شحال من البنت في الليل عاد غدا زعما مزروبه، الله يحسن لها، اللي كانت خدامه في شي حاجه ما عرفت ما دير. اما كاين بعض البنات وبعض العيالات تبقى عند شي ناس مقصره وتدي ويعجبها القصاره، تطيح تحت الليل عاد تقول ما خليني نمشي، عندك يا الليل عاد الطريق راه عامره تانتيا الدنيا هانيه اي خليوها تمشي. شحال من بنت جالسه عند صاحبتها وتتسابق جالسه معاها، تطيح الليل وتهبط المغرب عاد تيبان لها تمشي. انا ماشي تنخلع الناس هنايا باش نقول مردو بالكم فوضى في البلاد، ما تطيح الليل تولي فوضى، لا، ولكن مره تتوقع شي حاجه. البنات اللي تيخرجوا في الليل مرة تتوقع شي حاجة، مرة تيكون شي معتدي تيتعدى على شي بنت ولا شي مغتصب تيشد بنت باش يديها غتصبها. هاد البنت ديزا ما بين أولياء جوج ليكم في الليل ورا العشاء، وغادا تيقى في راسها مزروبة ما عندهاش تجارب، لأن كما قلنا 16 عام 17 عام ما عندهاش تجارب بنت دارهم. هي كانت هاد البنت كانت مربية تربية مزيانة، تيقول هنايا كانت قوي جميلة طويلة قوية البنية من أسرة عرفت كيف تحافظ على تغذيتها وتربيتها،
كانت هاد البنت طويله وقامه مزيانه والناس عرفوا، وكانت مربيه عرفوا عائلتها كيفاش يربيوها، يحافظوا على التربيه ديالها وعلى التغذيه ديالها. هنا هاد النقطه ديال التربيه مفهومه، ولكن ديال التغذيه غنحاولوا نشرحوها، لان حنا ولادنا خصنا نحافظوا ماشي على التربيه ديالهم ولكن ولا النظافه ديالهم وكذا، حتى التغذيه ديالهم خصنا نردوا بالنا التغذيه ديال ولادنا. وهاد البنت كان محافظ والدها على التربيه ديالها والتغذيه ديالها، وكانت تتبان كبر من العمر ديالها كما تيقول المرحوم هنا في هاد المسطره، كبر من العمر ديالها. واحد خينا وقف واحد القفل ديال واحد الدرب، شافها ديزا وعرفها ماشي بنت الدرب، ديال واحد السنان وباس تحت واحد البوله ديال الضو، ودازت هي وقالت ليه السلام عليكم، لان مربيه شافت فيه وقالت ليه السلام عليكم، رد عليها السلام وبقات يشوف فيها، قال هذه ماشي من هنا هذه غريبه، هو يتبعها بقى تبعها تبعها تبعها، عارفه هي الا ما دخلتش دوك الدور اللي قدامه خاصها تقطع تقطع واحد المسافه اللي فيها الظلام وتدخل الدور الاخرين. هنا بانوا لي اربعه من صحاب ولاد الدرب واقفين، ودازت قدام وقالوا تبعوني، واحد خيتي ماشي من هنا كذا كذا كذا، دوك الربعه تبعوها، بقاو لاصقين مع الحيط الحيط، تلاقاو واحد الجوج حتى هما واقفين، شافوهم تيتربسوا بالبنت، شي واحد ضحك ما قال شكون، قال لي واحد خيتي ماشي من هنا كذا برانيه ما برانيه، تبعوهم الاخرين. شحال ولاو سبعه، سبعه تابعين ديك البنت، تابعينها مع الزناقي تيدورو، شتا الدنيا شويه خاويه، شي وحدين واقفين شي وحدين واقفين، خلاو حتى داز لذاك المسرب اللي هو شويه مظلم، وهما يمشيو تيتجراو شدوها وسدوا ليها فما وهزوا البنت ودخلوها لواحد واحد الخلا تما، هزلوها هزلوا البنت، البنت مسكينه تدافع وتتركل تتبغي تغوت، يسدوا ليها فمها وما لقات كي دير ديك البنت هذيك، وهكاك استطاعوا باش يهربوها ويزيدوا بها ويبعدوها ويديوها للظلام. هنا بدات الجريمه. هذيك البنت مشات تصاد غلبات وتقهرات وتتعود تضربوها وتتعود تعاودوا يطيحوها وتعاود تعاودوا يكرسوها، وشاف راسها ما كاينش اللي عتقها ذاك الليل، نعسات على سترها على كرشها هكا وغطات راسها، وبقات بقات هما بحال الوحوش تينتفوا لها في حوايجها وتيقطعوا لها في حوايجها، حيدوا لها جلابتها وما يهريوها. ما كاين لاش نزيد نهضر في هذا المشهد، وما تكرسوا عليها تكرسوا عليها، واللي قدا غرضوا تيهربوا هربوا، خلاو البنت مرميه تما. البنت ناطت ديك الحاله وبقات غاداك بحال سكرانه، تزيد شويه وتطيح تزيد شويه وتطيح تزيد شويه وتطيح، ويدق على واحد الدار بقات تدق. خرجوا موالين ديك الدار، خرجوا من الدار مراته ولادو خرجوا تيتجراو، مالك ما مالك كذا ما كذا، قالوا عيطوا للبوليس. دخلوا البنت ستروها تما وعيطوا للبوليس، البوليس جاو لعين المكان. كان ديك الساعه السي تباع رئيس الفرقه الجنائيه الاولى، وكانوا ديك الليله العناصر ديالو تيدوروا وخبروه، وانتقل ووصل عليهم ومشاو عند ديك البنت وهزوها من تما سياره الاسعاف وداوها للمستشفى. بقاو تيتسناو البنت يشوف يفضي معها الطبيب، الطبيب كل ساعه تيقول ما ودي راه ما تقدش تهضر ما تقدش تهضر ما تقدش تهضر. قال لها ودي بغينا شي معلومات قليله، غير شي حاجه باش نمشيو نخدموا دابا، غير تقول لنا واش شنو عندها، واش عندها حادثه، واش عندها شنو عندها. الطبيب خلاهم يدخلوا، ودخلت سي تتبع بوحدو، هز واحد الورقه في يدو، قال لها قولي يا بنتي شنو عندك شنو وقع لك. قالت لي واحد انا ديزا غاد عند واحد العائله ديالي، جا واحدين شدوني ودخلوني لك الخلا وتكرسوا عليا. البنت تهضر كما تيقول يلاه تتخرج الهضره معدبه. قال لي واش عقلتي على شي واحد؟ قالت لي انا عقلت على واحد لابس واحد السنهام زرق، السنهام ديال الصوف زرق، كانت واحد البوله ديال الضو ولاو داك السنهام وتتحداه وسلمت عليك اللي لاباس بخير، وفي الاخر لقيته معاهم، يمكن هو اللي جبدهم هو اللي هو اللي حرشهم عليا ولا كان معاهم. خداو المعلومات لهاد السيده ورجعوا داك الحي وبداو خدامين، بداو خدامين اللي كلهم خدامين تيسولوا اي واحد، تيشوفوا دوك المخبرين ديالهم تيدوروا في ديك الزنقات اللي ذكرنا، ديك الولي الصالح سيدي بن عباس وسيدي الجازوري تيدوروا تما، تيقلبوا دار بدار، تيقلبوا على سلها مزرق على سلها مزرق. كانوا الحوانت باقيين حالين ديك الساعه، كانوا الحوانت حالين، شي وحدين تما ساكنين بدا التوشويش، البوليس تيدوروا ما البوليس تيدوروا، الحناش تيدوروا ما الحناش تيدوروا، وهذه الكلمه اللي معروفه كلمه سوقيه تيقولوها في بعض الشباب على البوليس، تيقولوا ما الحناش
حنا اش تيدورو ولا حنا اش تيدورو، بحال فرنسا تيسمو الفليك، كل دولة اش تتسميهم. سي تبع طاحت عليه واحد الفكرة، قال مشتي اش غديرو، يعطوني جوج الناس منكم، خداو جوج الناس اخرين قال لهم بقاو عن بعد في هاد الحومة كاملة غندورو بهاد الطريقة. الحانوت اللي مشينا ليه غادي نبقاو نهضرو قدامو، وبعدو نتوما بقاو تشوفو لما انتقلوا الحانوت اخر، شوفوا شكون اللي غيجيو لنا الحانوت. يجي شي واحد تيتابع لهم شي دراري، تابع لهم تيتربصوا من زنقه لزنقه، وتيطلعوا عليهم البوليس ما البوليس. جاو عند الحانوت الاول وقفوا عليه، قال لي عطينا مناضه، خدا مناضه، بقاو تيهضروا تيهضروا في موضوع ديال الخدمه ديال البوليس، ولكن ماشي على هذيك القضيه. تيقول لي واش جبتي لك الدوسي ديال فلان، واش هزيتي الدوسي فلان، وخصكم تجيبوه غدا ان شاء الله تدعيوه كذا كذا، تيبينوا لمول الحانوت بانهم بوليس. وردوا لي القراد الماندا ديال المخاوين، ومشاو عند حانوت اخر وقفوا خداهم تما شي قروات دوك اللي معاه وداك الشيء، بقاو تيهضروا قدامه، تيهضروا على مواضيع تتعلق بالبوليس، ولكن ما تيهضروش على الموضوع البنت. مشاو عند حانوت الاول، عند حانوت الثاني، عند حانوت الثالث، وفي الاخر خرجوا ودارسهم خارجين غادي في حالاتهم. الاخوان الاخرين اللي معاهم، البوليس الاخرين اللي معاهم مطربسين تيشوفوا عند بعد، كل واحد حاضي حانوت. حتى شافوا واحد خياتنا، شافوا واحد خينا واحد جا عند مول الحانوت، بقى تيهضر معاه تيهضر معاه تيهضر معاه، ما شرا من عند والو ومشى. واحد تبعو وواحد مشى عند مول الحانوت، قال ليه بوليس بغيت نهضر معاك، هاد خينا هذا اللي شنو شرا من عندك؟ قال لي ما شرا من عندي والو. قال لي شرا من عندك والو شنو قال لك؟ قال لي غنسولين، قال لك حنا شمالهم باش تيقلبوا وسولوك ما سولوك. قال لي ما سولوني على والو. قال له سيد تبع، قال ما واحد طاح فينا هو، قال تبعو واحد فينا. تبعوه تبعوه تبعوه، اتصلوا بخينا شدوه شدوه، جابوه طلعوه للطوموبيل، بقاو تيتسناو. جا واحد خو الحانوت اخر ما سبوش مول الحانوت، لما تقداو مشى. الحانوت الثالث جا شي جوج سولو، جاو شي جوج تما تقداو ومشاو، ما تيسمو الحانوت تقول جا تقدم عندي كذا، وجا تقدم عندك تقدم عندي كذا. هذاك الوحيد اللي جا ما تقدم والو، غير جا سول مول الحانوت قال لي هاد خياتنا هاد الحناش مالهم؟ اش قالوا لك؟ سولوك؟ شدو داك خينا وداوه داو لابي جي، قال لي شوف انت ما غنهضر معاك ما نتكلموا معاك، اولا انت من الصباح وانت تابعنا تنشوف فيك، انت واحد الربعه تتابعنا من زنقه لزنقه، حيت لاحظوا الزناقي ديال المدينه القديمه مضيقين، تلاحظوا ما غاديين خدامين هما استاد الناس، هو كل ساعه تيتبعوا من هنا تيتبعوا من هنا، وفي الخرج سول معاك قال لي مالهم؟ اش بغاو الحناش؟ قال لي السي تبع دخلوا بواحد الدخله هجوميه. قال لي اش مشيت عند مول الحانوت تسول علينا؟ قال لي اه سولته. قال لي عرفتينا حناش؟ قال لي عرفتينا. واش سولتيه؟ اه سولته وصافي. قال لي فين هو السلام؟ قال لي اش من سلام؟ قال لي فين هو السلام اللي كنتي لابس؟ قال لي انا ما عندي حتى سلام. قال لي فين هو السلام الصاق اللي كنتي لابس؟ قال لي ما عندي حتى سلام انايا. قال لي ما عندي حتى سلام، راه غتحمل مسؤوليتك بوحدك، دبر راسك، حنا ما تنقلبوا حتى شي حاجه، السلام الزرق عندنا ما كاين سلام زرق، حنا بغينا السلام الزرق ونشوف حالنا. ياك انت ما دخلتش في هادشي، انت ولد هاد الحومه ساكن في هاد الحومه، شكون عنده سلام زرق؟ قال لي واه كاين واحد عنده سلام زرق، راه راهم تتعرفوا راه ديما مشدود. قال لي شكون هاد خينا هذا؟ قال لي واحد سميتو في حيمه، راه ديما في الحبس وكذا كذا. قال لي لا ورينا. قال له دابا غديوني انا وانا ما داير والو كذا. قال لي شوف غادي تورينا انت غير دار غتمشي في حالتك، صلاة على النبي. مشى معاهم تا وراهم ديك الدار، وراهم ديك الدار قال لهم امشي قول لي بلاتي حبس كاش مشي دابا، دقوا على ديك الدار، دقوا خرج واحد الشيباني قال لهم السلام عليكم. السلام كي دايرتي ديال لاباس تما بخير؟ قال ليه بوليس اسيدي. قال ليه مرحبا. قال لي ولدك هنا؟ قال لهم ايه. قال لي كلموا ليا. قال لي بلاش عندك ديال الدراري؟ قال لهم عندي جوج بنات وولد. قال لي الولد هنا؟ قال لي اه. قال لي كلموا لينا. قال لي واخا. دخل الراجل هما يسمعوا داخل واحد الحديث تيدور ما بين الام والولد، تنقول لها اش درتي عاوتاني المسخوط؟ تنقول شنو درتي؟ تقول اش داير انا؟ اش داير؟ مالي اش داير؟ اش داير انا؟ انا ما داير والو، انا ما داير حتى شي حاجه. خرج باهم قال لي واه سيدي هو غادي يخرج عندكم دابا. قال لي قول لي خرج وخرج مع ذاك السلام الزرق اللي عنده بغيناه، السلام الزرق. قال لهم ذاك الشيباني راه ديالي وتلبسوا ليا. قال لي ولك السلام جيبو جيبو معاه، جيب مع السلام الزرق الخدمه ديال المعلمين. ذاك خينا تيتغوت معاه موش شويه ويخرج هو يهز ذاك السلام هازو في يده ويقول ما هو السلام، هو مال هذا السلام؟ راه ديال الوليد هذا. هو يشوف ذاك خينا وقف معاه قال له ذاك السلام خرج عندنا لهنا ويشدو دور لي المينوط. غير دور لي المينوط هو يدور ذاك خينا قال له صافي البرقاق صافي، بغيت نمشيو فيها كلشي غيمشي فيها، ماشي غير انت ولا غير انا، كلشي
صافي جايبهم لي انا الاول، وما كان مشكل مالي انا غير بوحدي. بقى تيقر بقى تيهضر، ما عارف بان القضيه في سلام وبانه طاب سلام، وجاب ديك خينا جابوا ليه هو مع ديك خينا. هو قال مع راسه ديك خينا قال لهم كل شيء، ماشي غير السلام، راه قال لهم كل شيء. شدوه داوه قال لهم شوف انا نقول لكم من هنايا، لا دابا انا غنجبد لكم اللي نتوما ما عارفينش، انا نقول لكم شكون اللي كان معايا، كان معايا فلان وفلان 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 وفلان، وتيقول لك صاحبو هادشي اللي بغيتي وانا غنجبد كل شيء، كل شيء غنجبدو. الليل وصلت 12 الليل البوليس ما يقدوش يدخلوا على خياتنا داك الليل، الساعه قانونيه ولكن 5 الصباح خصو يدخلوا عليهم. انا بقاو حساسين عليهم، كل ثلاثه البوليس حساسين على دار. دابا هما شادين جوج، لان هذاك مسلم قال لهم هذا راه كان معانا، هذا اللي شفتو كان معانا، راه ماشي تنتهموا هذا البرقاق، راه كان معانا وبرقاق بيا زعما باش يفلت. الاخر تيقول لي ولا راه شفتو من عاد السلام وبغى يعرفوا غير السلام، علاش من السلام اللي عطى الله عطاه. الاخر من قال لك انت معاهم سكت ما عنده ما يقول، انا الاخر نبحوا. الاخرين بقاو حساسين تطلع النهار، لما طلع النهار جا الوقت القانوني باش يدخلوا عليهم، دخلوا لهم في دقه واحده. ندخلوا انا ذوك الخمسه اللي بقاو، شدوهم كاملين وجابوهم الله بيجي ودخلوهم. هنا البنت باقا ناعسه في السبيطار ما قدش تخرج، هما في الكوميساري حطوهم في مكتب ديال عند سي تباع معاهم البوزيان بهم، وحطوهم مجموعين وتيهضروا معاهم جماعه، ماشي عزلهم واحد واحد، جماعه تيقولوا لهم شكون اللي جاب عليكم، شكون اللي دبركم في هادشي. تيقول لي هذا هذاك فحيمه مسلم زرق هو هذا. دوك الربعه الاولين قال لي حنا هو عيط علينا، حنا واقفين وعيط علينا، قالنا زيدوا واحد خيتي راه غريبه ماشي من هنا تبعوني كذا، شوف كي دايره شوف شحال زوينه كذا. ودوك الجوج الاخرين قالوا تاعنا كنا واقفين وهذا خينا، وتانا قلنا زيدوا ولا بغيتوا وتبعناهم كنا ودرنا هادشي. شكون اللي بدا الاول في الاغتصاب؟ قال لي فحيمه هذا والكبوط مسلم زرق، واش دار؟ سالا ومشى وبقينا حنايا. شكون اللي تبعو انت؟ شكون تبعو انت؟ شكون اللي تبعو انت؟ شكون تبعو انت؟ سبعه ديال الناس. نحوس لحد ديك البنت وخا تكرفصوا عليها، وتكرفصوا عليها لان كما قلنا كانت ناعسه على صدرها وما خلات ما بغاتش تدور وجهها لهم، وما بغاتش تدور وجهها لهم، محافظه على الشرف ديالها، ولكن هما داروا فيها اللي بغاو. ولكن من حصل لحد كما قال الطبيب بقات البنت بكر، البنت بقات بنت واخا داكشي داروا لها بقات بنت وبقات بكر، ما خلاتهمش يقربوا لها الشرف ديالها باش يردوها مراه، ما خلوهاش، ما خلاتهمش وكاكو تكرسوا عليها كاملين. البنت خصها تجي باش تشوفهم، البنت الحاله اللي عليها هي قالوا ما يمكنش تجي تشوف هي في ديك الحاله، سيتو في الاغتصاب. شحال من بنت تجي تشوف داك المغتصب ديالها تتسخف، حنا عشنا هذا الشيء في السلطه القضائيه، شحال من بنت تتغتصب ومن تنجيبو داك السيد اللي اغتصبها وتنجيو تلقى الوجه في العين تتسخف او تبقى تغوت او تدخل في هستيريا، لان الاغتصاب ماشي بحال السرقه. واحد يسرق البنت بورتابل ولا يسرق لها هذا، نجي عند الشفار تقول لك هو هذا، تخرج في عينيه واحد يجريسيها كيبقى عليها ينفخ لها عينها والو. ولكن من تتعلق القضيه بالشرف ما تتحملش، ماشي ما تتبغيش، ما تتحملش تشوف فيه، ما تتبغيش تشوف فيه، تشوف لي فوجو. راه كاين البنت اللي وقع عليها ما وقع عليها، اغتصبت وتزوجت ولكن مسكينه ديما كيرجع عليها، كيرجع لها داك الاغتصاب في مخها، ديما كيرجع الاغتصاب في مخها. كاين اللي تعقدات، كاين اللي ولدات البنات ولا تخايف عليه من واحد الحد اللي مرضات، حتى بناتها تيتخاصموا معاها، فين خارجه؟ جلسي، لبسي، جلسي للارض، انا نتابعك، هاي تطلع وتن، لان هي وقع لها واقع ما تيبغيش يوقع لبناتها. الاغتصاب جريمه خبيثه، وجريمه مسخه، وجريمه اللي هي من احقر الجرائم هو الاغتصاب. وتنعرفوا حنا في الشجون ديال العالم المغتصب لما تيدخل السجن كيفاش تيعاملوا الشجناء لو فيولور، ما تيحملوش، ونقول لكم وتيسبوه وتيعرقوا ليه، ونقول لكم ان في البرازيل تيقتلوه، المساجين تيقتلوه ذاك في البرازيل المساجين، وشوفوا لي دي كومونتير ديال السجون ديال البرازيل، تيقتلوا ذاك اللي هما تيغتصبوا وديرهم بوحدهم، لان المساجين تيهجموا عليهم تيقتلوهم، تيكون حقير تيكون مدلول اللي تيغتصب. هادوك ديك البنت ما قدرتش تجي،
اليوم غدا اليوم غدا داز 3 ايام كملوا الحراسه النظريه والتمديد خصهم يتقدموا للعداله. وكيل الملك قال لي ما ودي البنت خصها تجي تجي تعرف عليهم تجي تعرف. السيد تبع كتافه بواحد القضيه جاب ثلاثه سلام وعلق وسطهم داك السلام الزرق وجابوا للسبيطار ودخلوها. قال لها انت بغيتي ما تشوفيهمش؟ قالت لي ما نشوفهمش ما عندي ما ندير بهم ما نشوفهمش. قال لها شوفي هاد السلام هنا سلام كان لابس دخينه. قالت لي هاد سلام زرق انا عقلت على سلام زرق هذا سلام زرق هو اللي كان لابس. قال لي غتسمعي واحد الصوت واحد الصوت غتسمعيه. بقاو جابوا داك السلام زرق بلا ما تشوفوا هي وقالوا لي هضر هدد كيما كنتي تتهددها هددها قول قول كيما تهددها انا ما كذا ما انا ما درتهاش انا مشات معايا الهضره. البنت قالت لي هذا هو الصوت هو هذا. قال لي هما هنا بسبعه مشدودين واش تشوفيهم؟ قالت لي ما نشوفهمش ما نشوفهمش ما عرفتوهم اعترفوا ما نشوفهمش ما يجيش وجهي على وجههم ويبقى الصوره ديال مرسومه في حياتي وفي حياتي في حياتي وزيدوا تاكدوا من صورتي وتعرفوا عليا. فعلا قبلوا داك الطلب ديالها والخونا اعترفوا بدات لهم مسطره والبدات الشكايه ديالها وتقدموا للمحكمه وتقدموا للجنايات. شنو الغريب في هذه القضيه هذه؟ تحكموا ب 15 عام. شنو الغريب في هذه القضيه هذه؟ اولا ديك البنت فلتات مسكينه بقات بنت كيما تنقولوا عزبه وبقات عزبه رغم هاد الكرفيس اللي كرفسوها داكشي دوزوا عليها وحافظت على راسها ودافعت على راسها ومشات تكمل حياتها لهذا من الله فينا هي. ولكن اللي جاتني هنا في هذه المسطره ما هو غريب؟ ان دوك ستة دراري ولا واحد فيهم مجرم كلهم ولاد عائله ما عندهم حتى شي سابقه وطاحوا في ديك الطيحه مع داك خينا داك مسلم داك فحيمه داك المجرم طيحهم واحد الطيحه بلا ما يشعروا. علاش؟ وهنا مكتوبه هنا من تيكون الولد ماشي مجرم الشاب ماشي مجرم والبنت ماشي مجرمه وقلتها واحد مره في واحد الحلقه راه لما تيتلاقى الدري اللي ماشي مجرم بالدري اللي هو مجرم ومدوز الحبس انا بقى معاه اليوم غدا اليوم غدا تيعاديه تيعاديك بحال كورونا بحال المرض بحال الفيروس تيعاديه تيولي مجرم. والبنت اللي تلاقات واحد البنت ما مربيه شيء وعطيها الفساد وتسلقت ويا بنت عائله تتعاديها. راه ما يمكنش واحد ولد عائله مربي فاذا به ولا مجرم ما يمكنش الا حتى تيقرب المجرمين وتيجي حداهم وتيصنت ليهم وتجلس معاهم وتيرفقهم تيولي مجرم. وما يمكنش البنت تخرج للفساد لما كعدت واحد البنت اللي هي علمتها ودفعتها وهضرت لي على الفساد وهضرت على كذا وتتخرج على الفساد بحال المخدرات بحال الخمر. ما يمكنش الواحد يولي مخمر الا ما جلسش واحد النهار مع واحد يشرب الخمر. ما يمكنش واحد يكمل حشيش الا ما جلسش واحد النهار مع واحد يكمل حشيش تيمد ليه تقول له شوف غادوق صاحبي ولا شي واحد تيدير الغبره الا ما جلسش مع واحد الغبار تيدير الغبره. هادوك ولاد عائله هادوك الدراري ولاد عائله حسب البحث ومعهم تشدوا وداك خينا زرفهم داك خينا ولد دربهم عارفين انه مسخوط وعارفين انه تيغتصب وعارفين انه شفار وعارف انه داخل الحبس. وهما هنا فين تيكون الدري اللي مربي تيكون هنا هنا واحد ما تيكون عنده صوابق كل لقى شي وحدين عندهم صوابق في الحبس يقول لهم واحد خيتي واحد البنت الاخرين عارفين تيكون عندهم صوابق عارفين شنو هو الاغتصاب والعقوبه ديالو والحبس ديالو كذا كذا يقدوا يقول لها ابعد منا حنا ما دخلناش في هذا الموتيف يقدوك حزر اللور. ولكن هادوك ما عارفين حتى زفته بانت لهم غير واحد البنت غيتكرفسوا على الصلاه على النبي وتبعوا ذاك المجرم بحال الشيطان خارج في الليل. هنا تيقول لما شياطين الليل بحال شياطين الانس تا هما تيخرجوا في الليل كي الشيطان واقف تحت ذاك البوطو كي الشيطان تيقلب على شي موتيف تيقلب يقلب شي حشيش يشرب ولا شي حاجه ما عنده ما يدار. شاف بنت دايزه تبعها وصيد مع هذوك الدراري اللي هما ولاد عائله كلهم ولاد عائله واعترفوا بواحد اعتراف سهل خي وصلوا بقاو تيعترفوا اللي حنا قلنا زيد دزنا وحنا كذا وحنا ما يصحابناش ما عارفينش شنو هو الله شنو هو الاغتصاب وعارف الاغتصاب وقوانين الاغتصاب وزرفهم وزرف كل شيء صار مع الحبس خذوا 15 عام كل واحد 15 عام. واحد اللي شوف شحال دوز ديال الحباسات غادي يدخل الحبس غيعرف كيفاش يتصرف كيفاش يلعب كيفاش يدبر على بلاصتو كيفاش كذا كيفاش كذا وغيبدا ياكل من هذوك مساكن غيدبر مع البلاصه
بالفلوس غادي ياخذوا فلوسهم دارهم شبعانين الحبس ما غيجيبوا ليه حتى حاجه، يبقى يخدم تكون العائله مساكن والدي ما يبقى يجيبوا لهم الاعزاز عليهم مربين، غيجيبوا لهم الماكله غيبقى يعيش معاهم. وداك الشيء اللي دار حسب واحد هضره قالتها السيد تبع، قال ومشى للحبس وعاش فضل دوك الدراري في الحبس دخلهم معاه وعاش مرزقهم. باش هنا الواحد يبعد ما يتعاداش، بعد من المجرم لا تتعادى بالجريمه، بعد من المجرم اللي يعلمك القهر ويعلمك الحشيش ويعلمك الكيف بعد منه، هذه من جهه لانه يعاديك سيرتو لك كان حباس. بعد من وجوه الحبس اللي داخل خارج الحبس راه يصيدك واحد النهار يديك معاه الحبس، راه يديك معاه الحبس، راه كيما قلت واحد النهار تيجي واحد تيجلس في قهوه هاز الحشيش في قصد لوقيت من تيجيبو يسول ليه ديال من هو مولف في الحبس ومولف كذا، تقول ما عرف ديال من او تقول ديال من تقول ديال السيد تي خدي سميها في واحد كلمه كلمه والو قالت حداه ولا خدي يمشي معاه كاع هو يمشي يبقى ناكر وجرو معاه مسكين هذا ناكر هو ناكر تيديروا استهلاك بجوج تيقول واحد خرج راسو بواحد السابقه بعد الواحد من هذا الشيء هذا. وثانيا وهنا تنقول للبنات اليوم ما بقاش عندنا الاغتصاب الجامعي كما كان بكري، ان هذه القضيه كانت في السبعينات، ولكن البنات ياخذوا الحضار اختطاح الليل الله يجعل شي بركه ودن المغرب الله يجعل شي بركه. إذا غنمشي لواحد الدار عند صاحبتي تكون دارها حدا دارنا او شي واحد يديني يوصلني ويردني الا كان عندي شي غرض، اذا مشيت عند شي ناس وفات عليا الحال نبات عندهم. راه شحال من مره تنشوف بنت غاده في الليل غاده شاده بورطابل وغاده في الليل في الزنقه غاده تسمى مزروبه وراكي ساهله، يجي واحد ينقز عليك يديك يشدك يجي يديلك بورطابل كيجي هادي يجي هادي تتغرب المغرب صافي سيدي الله يجعل شي بركه. اللي عنده شي شغل راه تيقضي برا واللي تيبقى راه تيقلب على شي مشاكل. والله يحفظنا ويحفظكم ويحفظ وليداتنا وليداتكم.